سجل مكتب فيدرالية جمعية المحامين الشباب بالمغرب بكل اعتزاز التجاوب الكبير للسادة النقباء وللزميلات والزملاء مع الدعوة التي أطلقها مكتب الفيدرالية من أجل خلع الشارات البيضاء من بدلهم، وذلك احتجاجا على الأوضاع التي يعتبرها المكتب أنها متردية، واحتجاجا كذلك ضد المتابعات المجانية، ضد الأصوات المنتقدة والتضييق على حرية التعبير والرأي. أن هناك غياب إرادة حقيقية في إصلاح منظومة العدالة والنهوض بأوضاع جميع مكوناتها. استشعرنا كذلك طغيان الحسابات الانتخابية الضيقة والطموحات الشخصية على التشخيص الحقيقي لأوضاع المحاميين والمساهمة في إصلاح عميق وشمولي لمنظومة العدالة. لذلك فإن المكتب يندد ببعض الممارسات التي أضحت تنتهجها بعض الجهات والأجهزة في مواجهة نساء ورجالة الدفاع، والتي تستهدف الأصوات المنتقدة وتسلط عليها سيوف المتابعات. لذلك فقد سطر مكتب الفيدرالية مجموعة من الخطوات النضالية تبدأ لها بخلع الشارة البيضاء. كل المواطنين سواسية أمام القانون، لا نبتغي من هذه الخطوة أن نجعل المحامين فوق القانون. نحن أول من يحترم القانون، نحن أول من ينصاع له، نحن أول من يحترم الضوابط ونواميس المجتمع، ولكن نريد أن كفالة حق التعبير، كفالة ممارسة حرة لمهنة المحاماة، أن نكفل كذلك في أن يسلك المحامي كل السبل والطرق المشروعة التي يراها في حق وفي خدمة ومصالح موكله دون الخروج بطبيعة الحال على الضوابط القانونية. لذلك فإن المكتب فيدرالي جمعية المحامين الشباب بالمغرب يشكر كل الزميلات والزملاء وفي طليعتهم السادة النقباء الذين تجاوبوا مع دعوة الفيدرالية. بطبيعة الحال السادة النقباء أول من يدافع وأول من ينافع عن المهنة.